We are living through an important moment in our country's history. عام مضى على بدء إجراءات الانفصال عن كتلة الاتحاد الأوروبي، وعام تبقى عن الانفصال أو الطلاق الرسمي مع أوروبا. كان سيكون الانفصال خروجا إلى المجهول لولا الاتفاق على فترة انتقالية تمتد إلى 21 شهرا. رئيسة الوزراء تريزا مي نجحت وبقوة في أن تستأثر بقلوب وعقول البريطانيين بعد عملية تسميم الجاسوس الروسي، وذلك بنجاحها في كسب تأييد دولي كبير في موقفها الصارم مع روسيا. وكانت مي قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة بها قبل أزمة روسيا، إلا أنها أيضا نجحت في كفح جماح فضيحة الفيسبوك وتورط شركة كامبريدج أناليتيكا في التأثير على أصوات الناخبين في استفتاء الخروج من أوروبا. كما كنت أقول، تم إجراء الاستفتاء، تم التصويت، أعطى الناس وجهة نظرهم وسننجزها. وها هي تريزا مي تقوم بجولة ترويجية لتوحيد وجهات النظر في بلدان المملكة المتحدة الأربعة، بداية باسكتلندا ثم أيرلندا الشمالية أقصى الشمال، وتعود إلى ويلز ثم تنهي جولتها في إنجلترا. أعتقد أن هناك فرصا حقيقية للمملكة المتحدة عندما تترك الاتحاد الأوروبي. بدأنا الآن المفاوضات حول الترتيبات التجارية والترتيبات الشاملة في شراكتنا الاقتصادية. أعتقد أنه يمكننا التفاوض على اتفاقية جيدة. التأييد الأوروبي المفاجئ لموقف بريطانيا تجاه روسيا وتأييد واشنطن القوي وضع مي في موقف المفاوض القوي، وعبد الطريق بين لندن وبروكسل على أن التفاوض في ملف التجارة سيعتمد على الاستفادة القصوى من كلا الطرفين، سيما النفوذ السياسي والموقف الاقتصادي القوي لبريطانيا مع وجود حلف شمال الأطلسي. وتأكدت أوروبا بأن الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا سيكون ضعيفا في ظل التهديدات الروسية بقيادة فلاديمير بوتين، وأن الدب الروسي يمكن أن يبتلع أوروبا في أي لحظة إن أراد ذلك كما فعل هتلر في أوروبا من قبل. عام تبقى على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ورغم تغيير آراء البريطانيين في الخروج من أوروبا، إلا أن تريزا مي نجحت في الفترة الأخيرة في أن تثبت للمشككين أن بريطانيا وحدها قوية، وأنها ستحرص دائما على أن تعقد صفقة مع الاتحاد الأوروبي ترضي جميع البريطانيين. عمرو منيري، قناة الغد، لندن.